فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سمعت أحد طلبة العلم يقول إن التعريف اللغوي للحمد في حق الله سبحانه ممتنع، يقول فما صحة ذلك؟ وش التعريف اللغوي؟ بينه لنا حتى نشوف. في ناس الآن دلوا يتكلمون بغير علم، متعالمون يتكلمون بغير علم ويخالفون كلام أهل العلم، هذه مصيبة. هو يجيب لنا وش معنى هذا. نعم.